سيبونسيوني لازم يكون كاين. احنا من نهار جينا ما قلناش بلي نمنعوا لو با 1 مليون باك انا الدروا باش نمنعوا باش كان القمح. اسمح لي القمح اللي راكم تجيبوه والفارينه اللي راكم تجيبوها مدعم. راني نشوف هنا في البيار سيرتو في البيار كاين يبيع الخبز مدعم 15000 لا بليتو 15000 لا 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 الخبز عاس المحسن الخبز المحسن كاين يبيع فيه 15000 كاين يبيع فيه 20000 هنا هذا الملف لازم نحلوه لازم نعرفوا الملف هذا علاش 15000 وعلاش 20000 وعلاش 10000 هذه لازم نحلوها لكن ماشي نهضروا عليها بو لو مومون. الشيء اللي طلبناه من الخبازي قال لي يا خويا بيع على روحك بينك وبين ضميرك لو طون دوفري لو دوسي ليسونسييل لو بان سيبونسيون يكون كاين توت لا جورني. هذا الشيء اللي طلبناه باش المواطن كي يجي ما تحتمش عليه يدي خبزه تاع 10000 سيد الوزير هذا كان 1000 غير ما قلتليش خير ما قلتليش ما مدي دينار فيها قول ها نورمالمون